حتى انتوما يمكن اللي كنت تبرمجوا شاده تي في على نايلسات في التلفزه عندكم، واللي ما كيعرفش ها انتوما تبعوني ورا ما يحتاج شي تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول. إلا بغيتي تفرج في شادة تي في دخل المنيو من بعد انستالاسيون تأكد باللي عندك نايل سات دير غوشيرش اوتوماتيك ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تي في وتفرج في جميع برامجنا. سهلة. والديك قبيلة قلتي جوستومون جدر دين فاس رجعوا لوالدين ديال هند بن جبارة الوالد ديالك في التعليم وي الوالدة ربة بيت داكور شنو ممكن نتعرف الاسماء ديالهم؟ بابا يوسف وماما فاطمه. وفاطمه كتقول يوسف بن جباره ما كتقوليش يوسف في الدار، علاش هذه المساله هذه؟ ما تسولفوا بحال هكاك بن جباره. شنو منين شكون اللي حنين فيهم اكثر على هند؟ كل واحد المحنه ديالو بطريقته. انت بوجهه نظر ديالك بطريقتك انت راه ما يتخلق منك حتى واحد. لا دائما كتكون هو راه كتلقى بعض المرات يا اما الاب ولا حنين اكثر او الام او لا كتلقاهم شويه معتدلين شويه حنان وشويه معقول شويه، ولكن شكون اللي قريب اكثر للهند؟ كل واحد بطريقته. ما نقول لك ما عنديش هند ما عنديش مع الاجوبه الدبلوماسيه وما عادش نعرفك. لا ماشي جواب دبلوماسي بصح كنهضر معاك والله العادي. أوكي. يعني بحال كل واحد شد واحد الشق في الحياه. شكون اللي كتثق فيه اكثر وكتعاودي ليه كل شيء؟ ولا ما كنتيش كتثق في شي واحد من والديك راه مشكل. لا شكون اللي كتعاود ليه كل شيء؟ حتى واحد فيهم ما كنعاود ليه كل شيء، كنعاود لهذا داك الشيء اللي كيبغي داك الشيء اللي انتريسي بيه وكنعاود لماما داك الشيء اللي انتريسي بيه. كيف قلت لك كل واحد مكلف بواحد الشق فهمتي. بحال دابا انا مشاكل في الخدمه وهذا باغ اكزومبل صراعات داخليه وداكشي غنعاودهم لماما فهمتي، حيت غتدي وتجيب معايا في الهضره ولا اناليز وداكشي فهمتي وغتعطيني وقت. وباغي نهضر معايا في دي سوجي وحدين اخرين بلوس اون فا ديفلوبي باغ اكزومبل ان سوجي فيلوزوفي كنهضروا في ما هو عمومي فهمتي كيفاش. ونقدر نهضر معاه على مي بروجي دو فيتور علاقتي مع شي دي ديسيزيون في الحياه. الوالده كنعاود لها لي ديتاي سي كل داك. واحد كيف قلت لك شاد اون طاش دونك كل واحد قريب ليا بواحد الطريقه معينه. اش هي الحاجه اللي الوالد مثلا ديالك سي يوسف تحياتنا دايوغ اللي ما يسمح لكش فيها ليك فيها الحاجه اللي الوالد ديالك ما عمره ما يسمح لهند انها ديرها او اللي ربك عليها وكان دائما كيوصلك عليها؟ هو الوالد ضد واحد القضيه هي القطيعه أننا نتخاصمو. أني مثلا أنا ما نهضرش معاه ولا مع ماما ولا مع أخوتي كيكره هاد القضية. داكوغ وي الوالدة شي حاجة زعما اللي ما تبغينيش كاع ندير هكا والو ما كنت مسامحهاش شو كيخوفش كاين بزاف ديال الحاجات بحالاش ما كتبش عليك ما عرفتش واش تكوني صادقة مع راسك ما تيخش الله علم في الآخر بزاف كيعطيونا بزاف ديال النصائح والدينا ولكن كتكون كيكونوا واحد جوج ولا ثلاثه هذوك. انا مثلا مع الوالد ست الكذوب ما تكذبش عليه وتا انا ما كنحبش هذه المساله هذه. هذه المساله دي متجاوزه بالنسبه ليا زعما في الدار معاهم حيت بصح حتى واحد فينا ما كيكذب على الاخر زعما داك الشيء اللي كاين تنقولوه من جهتهم ومن جهتي بصح حتى خوتي هكا كابلين يعني كيقدر شي واحد يزبلها نيت ديال بصح ومني كنا صغار كيقول لك الوالد ما عمرك ما تصلح غلط بغلط حيت انت كدير غلط وزيد تكذب سكو تو فو لو ريباري او لو ريزودر بواحد الغلط واحد اخر ما كتحلوش غير كتخبيه ملي كتخبيه وكيزيد يتراكم عليه حوايج اخرين. فانا درت يعني اغلاط فادحه وجيت قلتها لهم في الوسط اون لا ريغلي انصامبل دونك بصح هذه المساله ديال الكذوب دابا كتقولها لي جو مي رون كونت كو دونك الصراحه كلشي الانسان يكون صريح. لا الصراحه كاينه مي انا كاينه واحد لا بارتيكولاريتي عند ماما سي كو ديرها قداش ما درتيها كضرب واحد المده وكتسمح ليك. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بقناه شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهده. شادة اول قناه فنيه بالمغرب.